ويسرنا أن نتواصل عبر الهاتف مع المهندس ماجد المطيري، رئيس قسم إزالة المخالفات في بلدية محافظة مبارك الكبير، وراح يكون الحديث عن لجنة تنفيذ الاشتراطات الصحية لمكافحة انتشار فيروس كوفيد 19. حياك الله وشكرا لقبولك دعوتنا بشمهندس. الله يحييك، وأحب أمسي عليك أخوي، وأحب أمسي على الأخوة المشاهدين، وإن شاء الله يكون اللقاء مفيد، وإن شاء الله يكون ضيف خفيف على المشاهدين. حياك الله المهندس ماجد معنا في مساء الخير يا كويت. في البداية ودنا لو تكلمنا عن متابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية لمكافحة انتشار فيروس كوفيد 19. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة حق الاشتراطات الصحية، طبعا تقوم بلدية الكويت بمتابعة القرارات اللجان الصحية التابعة لمجلس الوزراء. طبعا احنا نتأكد من تطبيق هذه القرارات اللي يصدرها مجلس الوزراء على أرض الواقع. طبعا أبرز قرارات المجلس الوزراء اللي مختصة فيها البلدية كانت التباعد، عملية التباعد الاجتماعي 2 متر بين الطاولات، أو بين أيضا الزبائن داخل المحل في حالة طلب الأكل أو طلب المشروبات. فنتأكد من التباعد الاجتماعي 2 متر، وأيضا نتأكد أن يعني العاملين داخل المحل يعني يلبسون كمامات، وأيضا حتى يعني قبل الدخول للمحل لازم يكون في فحص للحرارة، بالتالي أي واحد ممكن يكون مريض ما يعني ما ينتشر هذا الوباء حق باقي الناس. نعم مهندس ماجد، يمكن عارفين الاشتراطات الاحترازية للدولة من مجلس الوزراء ومن وزارة الصحة، لكن أنتم كجهة تنفيذية ريت أو تحديدا في هذه اللجنة نتعرف على طبيعة عمل هاللجنة في الميدان، سواء مع منشأة أو مع أفراد أصحاب علاقة. والله احنا كفريق رقابي يعني تابع لبلدية الكويت، طبعا نقوم بجولات يوميه على المحلات وايضا على يعني على المجمعات، والجولات هذه عندنا يعني تنقسم الى نوعين، يعني تكون النوع الاول من الجولات روتينيه، هذا عملنا اليومي احنا بالميدان، احنا نتابع يعني نتابع اذا كان في مثلا شكاوي على مجمع، نتابع تطبيق هذه المحلات، نتابع يعني نسبه التزام بال يعني بالاجراءات الصحيه، وايضا يعني بالنسبه حق النوع الثاني من انواع يعني اللي هو الزيارات، يكون الزيارات بناء على شكوى. احنا عندنا في واتساب مخصص بلدية الكويت في حاله وجود مخالفات او في حاله وجود يعني اختلال حق الاجراءات الصحيه، احنا بدورنا نروح ونكشف ونتاكد يعني هل في مخالفات، واذا في مخالفات يعني ناخذ اجراءات. نعم مهندس ماجد، يعني اكيد هذه الزيارات وهذه المتابعات تتطلب جهد وتعاون وتنسيق مع جهات اخرى، كلمنا عن الجهات الحكوميه المشاركه معكم في عمل اللجنه. والله بالنسبه حق اللجنه الرئيسيه لمتابعه الاشتراطات الصحيه، احنا هالاسبوع ولله الحمد يعني في تواصل وفي تنسيق كبير طبعا بيننا احنا كبلدية الكويت وبين باقي الجهات. طبعا الاسبوع هذا طلعنا مع الاخوان بهيئه الغذاء، وكل جهه طلعت ويعني نفذ القرارات يعني حسب اختصاصها، طلعنا مع الاخوان بهيئه الغذاء، وايضا طلعنا مع الاخوان بهيئه القوى العامله، وكان معانا ايضا عده جولات مع الاخوان في وزاره الداخليه جزاهم الله خير، وما ننسى ايضا دور وزاره الاعلام اللي هي يعني تغطي جهود الفرق الرقابيه الحكوميه. نعم، واحنا معاكم في مركب واحد، وان شاء الله في الصفوف الاولى من المسؤوليه الاعلاميه لوزارة الإعلام، وتحديدا من مساء الخير الكويت وكل قطاعات الدولة المختلفة. مهندس ماجد، هنا رؤيتك في الميدان، يعني نصوص موجودة، اشتراطات موجودة، ماذا عن الالتزام فيها سواء من العمالة أو حتى الزبائن، سواء بارتداء الكمامات، القفازات، المحافظة على التباعد الاجتماعي، حتى عملية التهوية كما يقولون في المحلات التجارية وما شابه، ما مدى هذا الالتزام مهندس ماجد؟ ولله الحمد طبعا الحين النسبة في ازدياد، يعني احنا يعني يوم بعد يوم نقعد نروح نكشف وهذا، نلقى النسبة انه قاعد تزيد، نسبة التزام المحلات قاعد تزيد. وطبعا احنا يعني نحط ايضا بالاعتبار ان حاليا يعني في يعني ممكن يكون في موجة قادمة، ايضا احنا يعني نشوف انه في ايضا الوضع يعني الوضع الحين يعني لازم ان احنا نتكاتف بالجهود، وايضا لازم ان احنا يعني مكثفين يعني حتى لو كانت النسبه العاليه احنا مستمرين بالمجهود، مستمرين بالحملات،
خاصه ان يعني ان احنا اذا لقينا اي مثلا اي شكوى او اي مخالفه ناخذ فيها اجراء فوري. الاجراء قد يكون محضر مخالفه وايضا غلق اداري، خصوصا ان هذه المخالفات اللي تكون يعني مخالفات الاشتراطات الصحيه هذه نعتبرها مخالفات جسيمه لانها تتعلق بشكل رئيسي بصحه وسلامه الناس، وهذا شيء بالنسبه لنا خط احمر يعني ما نرضى فيه ان شيء يتعلق بصحه الناس. وبالتالي اي اجراء مخالف يعني بالنسبه حق المحلات او مخالفه الاشتراطات بالنسبه حق الناس ناخذ اجراء فوري ورادع بالنسبه لهم. نعم مهندس، يعني ما شاء الله قاعد نشوف الوعي موجود والالتزام الحمد لله موجود، ولكن نبي نتعرف أكثر على الإجراءات المتبعة من قبلكم في اللجنة حق الناس اللي ما تلتزم بارتداء الكمامات والقفازات. طبعا احنا الحين بالمرحلة الرابعة، وقبل حتى قبل ايضا قبل فتح المحلات يعني من المراحل الاولى احنا سوينا مثل حملة توعوية، وزعنا كتيبات حق اصحاب المحلات والمجمعات وقلنا لهم القوانين المطلوبه منهم والاشياء اللي يعني الاشتراطات اللي تبيها منهم بلديه الكويت، بالتالي صار عندهم فكره كامله عن الاشياء اللي ملتزمين فيها، وبالتالي يعني صار في عمليه توعيه بالنسبه لهم، وصار في يعني علم بكل الاشياء المخالفه، وبالتالي بعد صار ما يعني ما صار في اي عذر ان يكون في مخالفات، لان احنا وعيناهم واحنا يعني نبهناهم، وبالتالي احنا اذا شفنا حاليا اي مخالفه ناخذ اجراء فيها. الاجراء قد يكون يعني الاجراء في حاله شفنا مخالفه راح ناخذ فيها محضر مخالفه وناخذ فيها غلق اداري. نعم مهندس ماجد، يمكن ما استطعنا نجتهد هنا في مساء الخير الكويت ان نكون نبض الشارع وننقل لكم التساؤلات لدى البعض، مثل ما يقولون من القلب للقلب من مبدا الشراكه والمسؤوليه. هل وصلتم يعني لمرحله لما تنزلون في الميدان لقيتوا وعي عند خلينا نقول مرتادين هالمجمع اصحاب المحلات، وايضا هل فقط خلينا نقول المشي في هالمجمع، انا ما دخلت المنشاه، هل المشي يتطلب علي لبس الكمام؟ حطنا في الصوره مهندس ماجد. والله ولله الحمد ولله الحمد اخوي، احنا لما خلال جولات الرقابيه يعني والله يعني احنا لما خلال جولات الرقابيه نشوف الناس يعني اكثر الناس فرحانه معانا ويشدون علينا ويقولون يعطيكم العافيه، ويعني وان احنا يعني ان احنا متابعين ويعني وحارصين على سلامه الناس، فهذا شيء يعني يسعدنا ان الناس يعني حتى اصحاب المحلات يعني قاعدين يعني يشيدون باداء الجهات الحكوميه كافه بمكافحه هذا الوباء. وبالنسبه حق الالتزام بالكمامات، طبعا احنا اذا كان العامل او الشخص اللي داخل المحل مو لابس كمام ناخذ فيه اجراء فوري، وبالنسبه حق اذا يعني خارج المحل وسوى مشكله حق المحل نطلب المحل انه يستعين بوزاره الداخليه مشكورين. بالتالي يعني انه يعني الاهم من هذا كله ان اهم شيء يكون في يعني في يعني حمايه حق الناس الملتزمين، اي شخص مو ملتزم احنا ناخذ ضد اجراء فوري. نعم كل الشكر لك المهندس ماجد المطيري رئيس قسم إزالة المخالفات في بلدية محافظة مبارك الكبير على هذه الجهود اللي تأدونها واللي متواصلة من بداية هذه الأزمة، وكل الشكر لك على قبول هذه الدعوة معنا في برنامج مساء الخير يا كويت.